يا لص الملابس، كيف عندك؟ أوه، وقف بالفعل. جدي يظن أن الصراخ لا يحل المشاكل. يسعدني لقاؤك ثانية تنس. أعجبتك السيارة؟ أهلاً بالمزعج كيفن ولاجرانج. هاي اخلع التيشيرت. لقد أصبح ملكي بيلوس. لا لا تقلق يا صديقي، يمكننا سرقة كلاب أجمل. لاجرانج، أنت تسرق الناس؟ لم تترك وسيلة للشر إلا ركبتها. ها؟ لكنني أقودها بسرعة. أولالا، إنه الوقود. أحتاج لوقود لا ينتهي لسيارتي ومهاراتي. أيها الفتى، عبئها. لا تتحدث إلي بصيغة الأمر، تعلم قول من فضلك. هذا ما يليق بسيارتي. لا، لن تستطيع الهرب بسهولة. واو، حصلنا على أشياء كثيرة من المتجر. أصبحت قليلة بسرعة. لا تحاول يا تنسن. ماذا؟ ما الذي يحدث بالخلف؟ أنت أسير على خط المشاة. كيفن، سأسترد التيشيرت مهما حدث. كفانا جرائم تافهة، حان وقت الجريمة الكبرى. هاي، تخطينا البنك بكثير. غيرنا الخطط أيها الصغير. ها؟ أنت تقيدني؟ أترك يدي. أشعر بدوار. بين أين كنت مختفياً؟ أقوم بعمل الخير كعادتي. لا تحاول المراوغة. ألديك تفسير لهذا؟ ماذا؟ ألم أقم بعمل طيب؟ لا، لقد أفسدت الحقل. لو لم تستطع التحكم في قوتك بين، لن تؤذي الناس من حولك فقط، ستؤذي نفسك أيضاً. استمع للنصائح الجدية بين. ها، جوين، ماذا تفعلين؟ تتدرب من عرفت وجهتنا. وما علاقته بوجهتنا؟ لا أرى علاقة بينه وبين كرات التنس. جدي، ألم نمارس التزلج 3 مرات أمس؟ 4 مرات. صد كرتي. أوهو، بدأ التنس. أوهو، وأنت ترميني أيضاً يا جدي؟ لست أنا. لا بل نحن وجئناكم لتعديل النتيجة. ألم ألقنكم درساً لا ينسى منذ دقائق؟ أيها المغرور، عدنا لنرد لك الدرس في المقابل. تفحص جهازك، أنت تشوش أجهزتي الصوتية. افتح الجهاز وأغلق. يعالجون أجهزتهم مثلنا؟ اسمعني جيداً، أمنيتي أن أنتصر عليك في أي وقت. لماذا لا تحقق أمنيتك في الحال؟ هيلو، لما لا تشاركنا؟ لا فائدة، لا أجيد شيئاً. يا لهذا البرد. يبدو أنه بحاجة لتدفئة. علينا أن نفعل شيئاً. جوين، قابليني عند الجبل. كيفن، ماذا تفعل هنا؟ سجلت ما حدث على الفيديو. أي فيديو؟ يا لهذا البرد. تسجل لحظات الألم لمجرد التسلية؟ هاي، أفعل ما أريد وقت ما أريد. أنت متبلد الإحساس. الإحساس هو حجة الضعفاء دائماً. دعيني الآن، فأنا منشغل. أنا والبرد سنجعل ابن عمك البليد غير سعيد. الصبيان لا يعرفون سوى العصيان. لقد أصبحنا الآن أذكياء، تعلمنا خططاً لهزيمتك. لا أصدق أنهما يتشاجران للفت انتباه فين. كثير من الأشخاص أهم من فين، مثلي. ألا تعتقدين أني رائع يا جوين؟ جدي، أنا لا أسمعك، سأتحدث مع فين. أنت أيضاً. هاي فين، اسمع، لدي خطة. رائع، ما هي؟ أنت تريد فعلاً أن تسمعني؟ بل لا يهتم بخططي أبداً. هاي، لا تجعلي أحداً يشعرك بأنك غير مهمة. كنت أفكر أن نشتت انتباههما لنخرجهما من المضمار. السؤال هو كيف؟ ربما يمكنني أن أطلب من جدي إحضار الهوت دوغ. تستخدم الستيك؟ ماذا؟ لا ينفع، الضلوع. ماذا؟ لا، الستيك جيد، لكن لما اللحم في سيارتك؟ إذا شعرت بالجوع، خذي هذه. لم أشعر بهذا الاهتمام من قبل. هيا بنا. هيا.
يحب أحدكم اللحم؟ اللحم؟ تريدون اللحم؟ أهذا صحيح؟ أريده. لم أخطط لهذا. هيا يا 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 يا. مقرف. أو بن، يجب أن تنقذ كيفن. سيؤذي نفسه إن وقع. الله. ليس قبل أن تنقذه. حسنا. أن أحسن. انتبه أيها المغرور، ما مشكلتك؟ أياً كان، فين ليس رائعاً. تقول هذا لأنه يؤيدني. لا يؤيدك. انسى ما تخطط له. فين لن يعود للجريمة. ماذا؟ ماذا تقول؟ لن أتخلى عن أعمالي ليكون لدى ابني المحامي قضايا. ها. لكنني لن أسمح بالغش في السباقات. لكن من جعلك تظن أنك مثل أعلى ولمن؟ ها. أتظن أنني سأتخلى عن كل تاريخي بسبب طفلين في السابعة؟ من قال لك ذلك؟ أنا في الحادية عشرة. بل أنا في العاشرة. لقد اكتفيت. لو احتجت للمساعدة في المدرسة أو لضبط سياراتك، تعرف أين تجدني. كنت متأكداً أنك ستصبح طيباً. لا تستطيع الحكم بسهولة على الشخص الطيب والشخص الشرير. افعل ما تشعر بداخلك أنه صحيح، شرط ألا يؤذي الناس وأن تكون راضياً عما تفعله. نعم، سأحفظ كلماتك عن ظهر قلب. المهم هو أن تفعلها. الاحترام في الالتزام. حسناً، أظننا تعلمنا درساً مهماً وقوياً مثلك اليوم. لديك عائلة رائعة، فلتشعروا بالفخر. أنفقنا أموالاً لإنقاذ الحيوانات اليوم. فينسنت إيثانول، أنت موقوف بتهمة إفساد السباق وتحطيم العديد من السيارات في المضمار اليوم. جئت في وقتك. سوف تثبت براءته، فهو من أنقذ السباق.